السلام عليكم وبركاته my sweetie مهوش how are you this is your plan for this month please focus with me إن شاء الله we'll start a new سورة كل سورة الأحزاب listen to my recitation بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Thank you my Mehmoosh for your attention and see you soon inshallah in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.